يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، العراف أو الكاهن هو من يدعي علم الغيب، ومن هؤلاء من يدعي أنه على علم بمواقع النجوم وتأثيراتها، ولذلك يسمون بالمنجمين، وليس ذلك لأحد إلا الله تبارك وتعالى. وإن علموا شيئا فإنها المصادفة والترتيب غير المقصود في الأحداث والقدر. انتبه، للعرافين هيئة لا يخطي في ملاحظتها فاهم مدرك لدينه، تتمثل في الآتي: التلفظ بكلمات غير مفهومة ووضع بلورة زجاجية أمامهم يدعون أن فيها علم الغيب، الطلب إلى قاصدهم أمورا غريبة لا يطلبها غيرهم كقطع شعر من الحيوانات أو حشرات أو ملابس مستخدمة، ادعاء علم الغيب ومعرفة بعض الأمور التي قد تؤثر في نفس الإنسان الغافل عن ذكر الله تعالى. تدبر: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تدبر: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.